عشاق الزراعة أينما كنتم في عراقنا الحبيب والوطن العربي والعالم أجمع. اليوم سيد عبيس عنده ملاحظات مهمة لعشاق التين. سيدنا، أنت زرعت التين وجربت الأنواع. كل جربة إلا أكل منه الله كاتب. ها، يعني أنت تكاثر النوع وتاكل من الثمر مالته وتشوفه ملائم لأجواء العراق لو لا، يلا تكاثره. أنت شو بعينك؟ هسا احنا في وسط العراق بدرجة حرارة تعبر 50 مئوية وبالشمس المباشرة. هذا التين، هذا شنو النوع التين اللي جربته؟ أنت سبق أني جربت هذا القبرصي. القبرصي ناجح. القبرصي ناجح. سيد خلينا نشوف افتحها. القبرصي ناجح. هسه هذا القبرصي انت عندك، شوف اخوان الاعزاء، هذا التين القبرصي. الحمل ماله لا ابالي، انت شفت حمله خير من الله ويستمر للشهر الواحد القبرصي. هالمره هذا خلينا نشوف الحمل مالته بعدين نشوف الثمره مالته. سيد، هذا حمله، هذا الحمل، هذا شو اسمه التين؟ التين هذا العبوجي السعودي. تين قسم يسمونه تين العبيد. العبيد العبودي يفسل. يعني هذا شنو ميزته سيد؟ هسه اول شيء انا اشوف الجانب الخضر اليه احسنهم، احسن من كل الانواع التين، حتى احسن من بني مسلم العراقي. شوف انت هذا الخضار، هذا هسه اخوان الاعزاء شوفوا، هاي احنا اليوم تاريخ 25/8/2023، وهذا شوف النمو مالته والخضار مالته ما شاء الله، وشوف الحمل مالته والتفرعات. سيد، هذا ايش قصر لك من زرعه؟ زرعته بالثالث. احنا هاي قصيناهن من هذا. كلام عائله هنا، ذن شعوب ابو عبد الرحمن. قصيته دجانه والصويره ابو عباس رحمه على اخيه. قصيته منه عاين، رد فرع منه وفرع من جوه واشترسم بالقاع. يعني هاي يقصر لهم 6 شهور بالشهر الثالث. هسه احنا 5 اشهر ونص وزرعتهم بالارض، وشوفوا اخوان الاعزاء النتيجه مال الزراعه. وهذا الثمر سيد، خلينا نشوف الثمره. هذا الثمر ماله، خلينا نشوف شكل الثمره من الداخل. شوفوا ضوقه، خلينا نشوف احنا هذا. شوف اخوان الاعزاء، شوفوا داخل التينه بهذا الشكل. خلينا نذوق سيد. عسل. ها؟ عسل. أرقتين هسه انا راح اشجع على السعودي، أرقتين السعودي. بس اخوان الاعزاء سنت له خيال. اخوان الاعزاء الا سوين 10,000 يلا اطلقن للسوق. والله قسما بالله هذا الطعم مالته عسل. لا. تاكل عسل. ها؟ تاكل عسل سيد. هذا يعني مو تين ما شاء الله. يعني اخوان الاعزاء يعني نصيحة ناجعدنا بالعراق. سيد، خلينا نشوف شكل بالله باقي اصناف التين اللي عندك. بشواعي 25 والله. أي. طوله 50 سنتيم. سيد، خلينا نشوف باقي اصناف التين الموجوده عندكم بالله هسه. خلينا نسوي مقارنه حتى نفس الظروف ونفس المكان. هذا الاسباني. شوف اخوان الاعزاء، اول فرنسي، تعال شوف الهرش ماله خضاره. هذا زرعته بنفس الوقت. نفس الوقت، نفس اليوم، نفس ونفس الارض. نفس الارض. سيد، هذا مصوفر احنا على قولته. مو قلت لك هذا مصوفر، حمل مالته مو اما الاسباني اما سعودي. شوف سيد، شو هذا؟ حتى الثمرة واحده توقع يعني سيد، هذا الفرنسي. انا ليش يغشون العالم ويزرعوا؟ هو يصير الهريش، يصير بس يصير معلعل. هسه مو جاي قاعد قدامك يا ابو عبد الرحمن. شوف معلعل هذا، مو جاي. هاي تعال شوف ابو عبد الرحمن، شوفها سيد، حتى شكله يعني هذا. خلنا نقول كثير الاصابات، ما يوالم اجواءنا. اخوان الاعزاء، هذا اللي بصف التين القبرصي. هذا خاف. هذا قبرصي. هذا التين القبرصي هم ممتاز. هذا هسه شوفناكم الثمره. شوف الحمل ماله، تعال. اي هذا التين القبرصي جاهز. القبرصي درجه اولى بس سيد. هاي طلع لنا هاي نافجه، هاي بعده ما رايج، بعده قوي ما رايج. شوف وبالسنه.